نفس الموعد والمكان ذاته الذي توحدت فيه المطالب. متظاهرو الديوانية يحولون احتجاجهم إلى اعتصام مفتوح لينصبوا السرادق ويتهيئوا للمبيت أمام بناية المحافظة، صورة خالية من أي تصادم أو احتكاك مع القوات الأمنية، والجميع يردد مطالبا بإصلاح حقيقي مع سقف زمني محدد لتنفيذ المطالب. مطالب واضحة ومشروعة وسلمية، ومطالب تدل على أنه الشباب العراقي حقيقة جاي يتجه للأمور اللي تخدمه قانونيا. سكتنا سكتنا سكتنا، ردنا شوية خدمة من مسؤولين الديوانية ماكو، ولحد الآن أي شيء ما بادر معتهم، لا خدمات، لا تبليط للمحافظة، لا تعيينات، ناس قاعدة شباب هواية، مشاريع ماكو عندنا هنا، مشاريع يعني كلش جدا ضعيفه هنا، يطوها يركضون وراها ياخذون حصص بيها. احنا نطالب بحل مجلس المحافظه اول شيء، لان حيل تعبنا من عنده، ونطالب بحل مجلس النواب وتغيير القانون، تعديل القانون، قانون جديد يرتب اوضاع العراقيين، لان يعني اوضاع العراقيين من سيء الى اسوء. اولا ناكد على سلميه المظاهرات، يعني انا اشوف المظاهرات اليوم احسن من الايام الباقيه، لان هسه اشوف اكو الفه بين المتظاهرين، الفه بين المتظاهرين، اكو يعني اكو وعي، يعني صارت اخطاء، بس هاي الاخطاء يمكن انا وانت يمكن ان ندخل بهم نصحح الخطا. لذلك احنا نطالب الطبقه المثقفه في المحافظه ان تظهر للساحه وتوجه المنتفضين. هناك من أراد مشاركة المتظاهرين بالدعم الذي يجعلهم صامدين في مواقعهم، حيث أخذوا على عاتقهم توزيع الماء والأكل لكل من تواجد في ساحة الاعتصام، مؤكدين بأنهم مع أخوتهم حتى ينالوا حقوقهم. مستمرين بالاعتصام لأضل سنة، أو كل شيء نقدم. بالله نقدم من الليل للصبح، من الصبح لليل، لو نظل سنة. وعدنا فلوس ما تقضي، ما محتاجين حكومة فاشلة. محامون أرادوا إيصال صوتهم إلى المعنيين في الحكومة المركزية، مؤيدين المطالب المشروعة التي يطالب بها المتظاهرون، ويؤكدون أن جميعها تأتي وفق ما نص عليه الدستور، وهم قادرون على تطبيقها، لكن المصالح الشخصية تغلبت على خدمة الناس. الكل له حق بالدستور، دستور جمهورية العراق، حقوق مكفولة. هنا هذه الحقوق أما البرلمان ما يعرفها، أو أما الحكومة ما تنفذها. البرلمان هنا يجب أن يراقب الحكومة بأداء تنفيذ الدستور. الدستور كفل العلاج، كفل التعليم، كفل دعم الاقتصاد، الزراعة، تشغيل عاطلين عن العمل، الصحة، كل كافة الحياة الحرة الكريمة اللي كفلها الدستور. هنا أما البرلمان، أكرر كلامي، أما البرلمان ما منطلع على فقرات الدستور أو مواد الدستور، وأما من جهة أخرى ما يراقب أداء الحكومة، أو الحكومة متقصدة ما تنفذ الدستور. يحل المساء والشموع تضيء أماكن لبقايا ذكرى من سقط شهيدا فيها. أعداد تزداد وإصرار لديهم على إجبار الحكومة بأن تخضع لإرادة الشعب وتغيير تراكمات سنين الحرمان والعوز والفقر وهدر المليارات. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.